بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بين الناس على قناة الصحة والجمال. أنا بدأت بالآية القرآنية النهاردة. عايزة أوجه تحية شكر واعتزاز وتقدير لرجال الشرطة ورجال الجيش، الشرفاء، البواسل، حماة الوطن اللي حاميني وحامينك في بيتي وبيتك، اللي بيحافظوا على أرض الوطن دي، اللي كل جندي من جنود الجيش اللي واقف على الحدود بيحمي تراب مصر بروحه، طالع من بيته وشايل زي ما بنقول كفنه على إيده، رايح وعارف إنه ممكن ما يرجعش، رايح عشان يحمي أرض مصر، يحمي عرضي وعرضك وبنتي وبنتك وأبويا وأبوك. رجال الشرطة، البواسل، الشرفاء اللي واقفين في الميادين، اللي بيحموا الأمن الداخلي والأمن الخارجي على الحدود مصر. رجال الجيش، الشرفاء، بنوجه لكم أكبر تحية في عيد الشرطة 25 يناير. في البداية عايزة بس أتكلم معاكم بليه تم تخصيص يوم 25 يناير للاحتفال بعيد الشرطة. طبعا ده تخليد لذكرى موقعة الإسماعيلية، كانت في 25 يناير 1952، فيها راح 50 شهيد من رجال الشرطة الشرفاء و80 جريح. ليه؟ رفضوا يسلموا مبنى المحافظة ورفضوا يسلموا أسلحتهم للاحتلال الإنجليزي. رجال شرفاء، رجال بمعنى الكلمة، خلقوا للمهام الصعبة، خلقوا عشان يرفعوا راية مصر على مر الأزمنة. تحية مني ليهم من برنامجي بين الناس. نفسي كل واحد فيكم في كل بيت في مصر ينزل ويلقي تحية، يديهم وردة، وردة فخر واعتزاز وتقدير لمجهوداتهم. بيسهروا طول الليالي بيحمونا، بيحموا أرضنا، بيحموا بيوتنا، بيحموا ديارنا، بيحاولوا بشتى السبل ضبط النفس مع أي عناصر خارجية إرهابية، مع أي عناصر عايزة تخرب في البلد. زي ما أنا قلت، لازم كل واحد فينا نتكاتف مع رجال الشرطة الشرفاء ورجال الجيش. لازم كلنا نبقى إيد واحدة. ده الطبيعي، ده الحقيقي اللي المفروض نبقى زي ما بنقول كده بننفذها بالفعل. الحقيقة اللي لازم نعملها، نعمل زي الدرع، درع يحمي مصر. الدرع ده مش هيبقى موجود ولا له قاعدة ثابتة إلا بإيدينا، مع إيدين رجال الشرطة ومع إيدين رجال الجيش. تحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني عايزة أقول لك يا سيادة الرئيس، ربنا يبارك عمرك ويخليك لينا رمز رافع رايتنا ورافع راية مصر. وإحنا معاك يا سيادة الرئيس، معاك نرفع مصر، معاك نحمي أرض مصر من أي عدوان سواء كان خارجي أو كان داخلي، من أي فتنة هنتصدى بإذن الله وبأمر الله مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا النهاردة بقى هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنستكمل القضية الشائكة المطروحة على الساحة، تعديل قانون الأحوال الشخصية. في الحلقة اللي فاتت أنا بدأت أتكلم عن نقطتين بس، ما أثرناش غير نقطتين بس، قانون الرؤية والاستضافة. النهاردة هنبدأ نكمل طبعا كلامنا مع ضيفي العزيز الأستاذ محمد عيسى. طبعا هناخد الفقرة دي، هتبقى الفقرة الثانية بأمر الله، ولكن في الفقرة الحالية عايزين نتكلم عن مرض انتشر، مرض الكورونا. طبعا هو انتشر حاليا في الصين، والحمد لله ربنا يعافي ويحمي مصر. لسه ما فيش حالات يعني تم اكتشافها في مصر، ولكن عشان نعرف أكتر عن المرض، أسبابه وانتشاره وطرق علاجه، هناخد مداخلة من صديق البرنامج دكتور حلمي عبد الرؤوف، استشاري البطنة العامة والقلب. ألو. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا بقناة الصحة والجمال وبالإعلامية المتميزة دكتورة هبة الله. ربنا يخليك يا دكتور، حضرتك صديق البرنامج ودايما بتمدنا بالمعلومات الجديدة وازاي نقدر نتجنب الأمراض. لا، ما هو ده مرض العصر الوقت، هو ده العالم كله في يعني في رعب بسبب انتشار الفيروس ده، هو فيروس الكورونا المستجد
ومجموعة فيروسات كده، هو موجود بقاله فترة بس السنة دي اتحور لمجموعة فيروسات طب فتاكة. هو المسبب للفيروس ايه يا دكتور؟ هو فيروسات غير معروف سببها، هم لو عرف السبب هيطلع صح المصنع واللقاح. لكن العلاج. دلوقتي بيبحثوا في بيبحثوا، وطبعا الصين عامله استعدادات جامده لان انتشر عندهم، منتشر في دول تانية اوروبيه، بالظبط امريكا واليابان وفرنسا، منتشر في ويعني الصين. بس هل في حالات؟ انا قلت لسه قايله ان مفيش حالات اكتشفت في مصر، بس لا يعني مصر في لسه اي الحمد لله. حالات في الوطن العربي؟ لا بمصر لسه ما هو طبعا في حجر صحي للناس اللي جايه من الصين او الجاليات المصريه، لان الحاجات دي بيتابعهم، بس ما فيش حاجه ظهرت لغايه دلوقتي في الدول العربيه عموما. انما الفيروس ده فيروس فتاك، وعايز اديك الخلفيه عنه، هو فيروس مستجد زيه زي مرض كان زمان اسمه السارس. السارس السارس. والكورونا دولت امراض فتاكه. السنه دي اللي بيسموه مجموعه الان سي او في، مجموعه فيروسات الكورونا المستجده. تمام. ده خطير، خطورته بتبقى اعراضه بيبقى فيه اعراض نزلات البرد والانفلونزا، السخونه او ارتفاع الاعراض بقى درجه يا دكتور، الحراره. الاعراض، اشرح لنا الاعراض عشان برضو ناس يخلي بالهم برضو من الاعراض دي، لو اكتشفوها يقولوا يعرفوا ان هم الاعراض يتعالجوا. اعراض الانفلونزا او نزلات البرد بيبقى ارتفاع في درجه الحراره، احتقان في الحلق، التهاب في الزور، وفي النهايه بيوصل لغايه التهاب رئوي، بيبقى كحه والتهاب رئوي. فلازم الاعراض دي لو اتوجدت في مكان في الناس الموجوده دول بتاخد التحليل بتاعهم ويتحجزوا في مكان عشان يبعدوا عن محدش يلاصقهم، التنفس يكون بعيد عنهم عشان العدوى بتنتشر بسرعه. يعني عشان كده الاعراض دي لو ظهرت في مكان في حد معين بيحتاط وياخد الحاجات اللي هي بتاعه التنفس، بحيث ان الحراره بتبقى في حدود 38، درجه الحراره بتاعه المصاب بتبقى 38. 38 زي يعني ما نزلات البرد، توصلش ولكن دي بقى بيبقى حالة أعياء شديدة أكتر يعني. عياء شديد، وفي نفس الوقت بقى الكحه والتهاب الرئوي اللي بيحصل. تاخد بال حضرتك، فاحنا بنقول دلوقتي الوقايه. الوقايه ايه؟ هنعمل غسل الايدين كويس قبل وبعد. تمام لو يا دكتور. في لو في حد مصاب نبعد عنه بقدر الامكان. طب طرق موضوع الوقاية يا دكتور من المرض ده؟ ما انا بقول لحضرتك اهو دلوقتي، من ضمن الحاجات المهمه غسل الايدين كويس قبل وبعد. غسل الحاجه الايدين كويس. تمام. غسل الايدين يعني ممكن يقعد مثلا دقيقتين ثلاثه بالصابون الميه على ايده. الحاجه الثانيه بالنسبه للعين والانف والفم، ما يلمسهمش بايده، عشان لو لمسهم ممكن تنقل العدوى عن طريق العين والانف والفم. فهو يستحسن ان هو بقدر الامكان يلبس ماسك او يكون معاه حاجه واقيه بحيث ان ما تتنقلش العدوى له. ده بالنسبه للمخالطين بقى، طبعا لو في اشتباه في اعراض مثلا مع ناس ثبت عندهم، فبيتعمل ناحيه وقائيه كامله لهم، وبياخدوا نفس الوقائيات بتاعه المصابين. يعني يعني هل في مصل خاص؟ طبعا انت قال لي لسه ما اكتشفوش مصل له. لسه ما هو لسه الفيروس هي مجموعه فيروسات مش فيروس واحد، مجموعه فيروسات مستجده. يعني انا قلت لحضرتك قبل كده هو بيتحور، الفيروسات ده كل سنه بتتحور. فالسنه دي هم الوقت في الصين شغالين متواصلين عشان يوصلوا. النهارده بشره خير جت قالوا ان هم وصلوا للفيروس وهيبداوا يصنعوا العلاج بتاعه عشان يتوزع النهارده. النهارده. فطبعا تمام. النهارده يعني اكتشفوا المسبب للفيروس وهيبداوا يعني اكتشفوا يخترعوا له الدواء او المصل المضاد له. حاليا حاليا بداوا يصنعوه خلاص الدواء في الصين، وهيعملوا كمان قالوا بيعملوا مستشفى في الصين على مستوى عالي خاصه بالمرض الكورونا المستجد. مرض الكورونا مستشفى المستجد. كامل. تمام. مستشفى كامل متكامل، وعندهم ابحاث، لان طبعا الصين كانت منظمه الصحه العالميه عايزه تدخلهم في تعلن ان في تفشي وبائي في الصين، طبعا ده هيوقف حال البلد. فهم ضغطوا على منظمه الصحه العالميه عشان ما تنشروش، ويدوهم فرصه عشان هم شغالين باسرع وقت، على اساس ان هم قالوا وصلوا للاسباب بتاعه الفيروسات دي، وبناء عليه هيقدر يوصلوا لمصل او لقاح هيجيب نتيجه كويسه ان شاء الله، وربنا ان شاء يقدم الله الشفاء يا دكتور. حضرتك منورنا ومشرفنا في كل حلقه. احنا سعداء بيكم، وربنا يحفظ مصر وشعب مصر
وربنا يسعدكم وربنا يوفقكم قناة الصحة والجمال من القنوات المحترمة، وانت اعلامية قديرة، وربنا يوفقك ودايما تكوني في تقدم الزهرة يا دكتورة هبة. شكرا يا دكتور، شكرا، ربنا الله يبارك فيك يبارك يا رب، وكل سنة وحضرتك طيب يا رب. شكرا جزيلا. طيب سلام. هنطلع فاصل وان شاء الله نستكمل الفقرة الثانية. رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، ونستكمل حلقتنا لليوم واستكمال مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا وطمنا الأمهات، وقلت ويعني زي ما بنقول كده خيركم من ذكركم تاني بكلمة سيادة الرئيس إن لا مساس بحقوق الأم المصرية، وما تقلقوش وتطمنوا، والدنيا لسه إحنا بنناقش، يعني بيتم مناقشة القانون لسه تحت قبة البرلمان، يعني الموضوع لسه هياخد وقت وهياخد جوانب كتيرة. النهاردة ضيفي العزيز اللي مشرفني ومنورني عشان نكمل مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية، الأستاذ محمد عيسى المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. نرحب بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك منورني ومشرفني النهاردة. ربنا يخليك يا فندم، متشكرين جدا. ربنا يخليك. طبعا أكيد شفت الذعر اللي الأمهات فيه، والدنيا زي ما بيقولوا كده قايمة عند خاصة الأمهات المعيلات والحاضنات. بس انا برضو بضم صوت لصوت حضرتك من ناحيه ان احنا بنطمن كل امهات مصر. تمام، ان طبعا كلمه السيد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ان هو مش هيمضي على مشروع واجزم على ذلك ضد المراه، وكمان ان هو مديها حقها في 25% من مجلس الشعب كاعضاء في مجلس الشعب، ودي نسبه ما كناش بنشوفها قبل كده. تمام عليكي. في بقى الجزئيه إن قانون الأحوال الشخصية. تمام. أحب أوضح لحضرتك برضو إن مفيش قانون بيتم تعديله في مصر إلا إن هو بيعدي بإجراءات معينة ومراحل معينة، مراحل كتير. تمام عليك. اللي هو التشريع، مش أي مقترح قانون بيتم عرضه في وسائل التواصل الاجتماعي أو نقول هو ده مقترح قانون خلاص هو ده هيعمل به هياخد الدنيا يا فندم. لا لا طبعا، لا مفيش الكلام ده، ودي أكاذيب. النهاردة إحنا دولة قانون، القانون ده او المشروع او المقترح سواء كان من السادة اعضاء مجلس الشعب او من مؤسسه معنيه في الدوله بيتم المشروع ده بتقديمه الى اللجنه التشريعيه، اللجنه التشريعيه بتدرس القانون ده، ثم بعد ذلك بيتم عرضه على مجلس الشعب للتصويت عليه ماده ماده. مجال الفحص كلمة. لسه يعني بيتفحص لسه. تمام عليك. لا ده مش كمان بالفحص ده، انا بوضح عشان اطمنهم. لان النهارده احنا عندنا في اعضاء مجلس الشعب في رجال قانون بيدرسوا القانون كويس جدا، لان قانون الاحوال الشخصيه ده بيمس كل اسره مصريه، يعني طبعا. هو مش القانون مش بالاحوال الشخصيه مش ناس معينه بتشتغل فيه بيه فقط لا غير، لا ده لكل المصريين، ما فيش بيت مصري او بيت في مصر الا اما يكون القانون ده بيختص. ليه؟ لان هو دايما بيتكلم عن حالات الزواج والطلاق والحضانه والاطفال، يعني بيواكب ارتفاع نسب الطلاق في مصر، كل 4 دقائق حاله طلاق. ما هي دي الكم ده، ما احنا لازم نحد منه ولازم المشرع يعمل لذلك. هو بيبقى عامل مؤثر جدا في البيوت المصريه. تمام عليك. فانا اللي انا بتكلم فيه ان احنا بقى. اول قبل اي شيء بعد اذن حضرتك اتفضل، ان التعديل ده للقانون مش اول مره، لا تمام. القانون ده سبق ان هو تم انشاؤه في لسنه 1920. تمام، بالقانون رقم 25 لسنه 1920، ثم تم تعديله بالقانون 155 لسنه 1985. تمام. وعدل مره اخرى بالقانون رقم 1 لسنه 2000. تمام. وفي نفس السنه في ذات السنه اتعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000. اخر تعديل له اللي هو المعمول به في الوقت الحالي هو القانون رقم 15 لسنه 2004 اللي انشئت من خلاله محاكم الاسره، يعني قبل 2004 ما كانش فيه حاجه اسمها محاكم اسره بالظبط، او هي كانت بتنضم للمحاكم العاديه تندرج تحتيها يعني بالظبط كده. انما كانشاء محكمه اسره، محامي عام لمحكمه الاسره، قضايا الاسره دي بالظبط كده، ده الكلام ده كله في 2004. تمام يا فندم. تمام. طبعا من 2004 لحد الان ظهرت بعض المشاكل بالنسبه لرؤيه الطفل، دي حقيقه. طبعا انه كونه ده اب وعايز يشوف ابنه، فكان في دعاوي رؤيه. جه ظهر التعديل الجديد اللي هو اصلا اقتراحه من قبل رجال
اكبر مشايخ وعلماء الازهر الشريف. طبعا دي مؤسسه يعني عملوا لجنه بالظبط كده، دي مؤسسه طبعا قانونيه الازهر الشريف ومن رجال الازهر الشريف بالظبط كده، هم اللي عارضين المشروع ده. المشروع ده بالقانون اختص بجميع الحالات، بالخطبه بدايه من الخطبه، الزواج، الطلاق، النفقه، طبعا الحضانه، طبعا بالنسبه للطفل، بالنسبه انتقال الحضانه بقى من الام في حاله زواجها لمن يليها. لا هو احنا الحضانه فيها ترتيب معين، كان الاب بياخذ في القانون الحالي اللي معمول به رقم 16 رقم في الحضانه، في الحضانه دلوقتي رقم 6، مفيش اللي هو بيندرج بعد الام الا في حاله واحده وهي مطروحه حاليا اللي هي في حاله وفاه الام. طيب تمام، مش الطلاق. احنا بس هنمسك بند بند كده. تمام، نبدا الاول بالاستضافه. أهم الاستضافة ده عايز أقول لحضرتك إن ده البعبع بتاع كل أم في كل بيت. ما هو أنا برضو ليا تعقيب على موضوع الاستضافة ده بعد إذن بس قبل ما حضرتك تعقب، بس أنا عايز أقول لحضرتك ليه هو بعبع. في حالات بالفعل تم خطف الأولاد أثناء الرؤية الرسمية، أو تم خطف الأولاد بعد الطلاق. ما هو أنا كارت لوي ذراع. ما أنا جاي لحضرتك فيها. الأول القانون الحالي المعمول به بيتكلم في إيه؟ بيتكلم ان في رؤيه. ده الحالي في رؤيه، مش بالزبط. مطروح للتعديل بالظبط. الحالي اللي معمول بيه رؤيه فقط لا غير، والرؤيه دي كانت بتصدر بناء على اذا كان نكد بالتراضي كان بها، مش بالتراضي، بيصدر حكم من القاضي بالرؤيه وبتتم في احد مراكز الشباب او في الانديه المتفق عليها. تمام، قرب مسكن الحضانه بالظبط كده يا فندم. فكان ما كانش فيها ادنى مشكله. لكن التعديل الجديد اضاف حاجه اسمها الاستضافه او الاستحاض، وقال فيه ان النهارده الاستحاض ده اسبوعيا اذا كان تراضي بينهم وبين بعض خلاص، وهو في قاعده قانونيه العقد شريعه المتعاقدين. يعني احنا النهارده التراضي بيتم بالاتفاق في المحكمه؟ لا، التراضي بيتم الاول بينهم وبين بعض، ومن الممكن ان يتم توثيقه. توثيقه، ما انا تمام. بقول افرض حضرتك الاثنين بعد ما اتفقوا واحد فيهم يلجأوا الى القضاء بعد ذلك. لكن التراضي يعني التراضي ده بينهم وبين بعضهم خلاص، هو العقد شريعه المتعاقدين، حكموا من اهليه وحكموا من اهله بالظبط بقى، ايا كان بقى النوع ده نوع بينهم وبين بعض، او خلاص تراضوا بينهم وبين بعض فيما بينهم خلاص، الموضوع ما بنلجاش للقضاء. لكن النهارده القانون نص على اللجوء في للقاضي واوجب ان هو يحكم من 24 ساعه ل 72 ساعه، دي في حاله كل اسبوع. تمام، ده في القانون الحالي ولا في لسه؟ ده في التعديل حضرتك، مطلوب تعديل. القانون الحالي المعمول به رؤية فقط لا غير. ولكن في القانون الحالي في ان الام من حقها المبيت، يعني حق المبيت بالنسبه للطفل، لا ده من حق الام او من حق هي الام الحاضنه. هي الام هي الحاضنه، ما انا بتكلم. هل تمام، هي رقم واحد اتوضعت في التشريع الجديد؟ طبعا موجوده. ده كلام الازهر الشريف. يا فندم موجوده. لو هنتكلم في ترتيب الحضانه، بس انا مش عايز اخرج من النقطه دي. لا خلينا في الاستضافه. في الاستضافه، لان فيها امور كتيره بالنسبه للاب وللام برضو، مش للام فقط لا غير. طيب. النهارده في تخوفات. من ناحيه ايه؟ احنا الاول نعرض ان هي قلنا كل اسبوع من 24 ساعه ل 72 ساعه. وممكن تكون متفرقه، مش شرط يكونوا الايه يوم بكامل 24 ويكمل اليومين. لا، عدد الساعات ممكن تتفرق على باقي الاسبوع. تمام. حتى ابحها الى الوالدين. تمام، اللي هم الاجداد والى العمام. بس انا عندي تحفظ في دي. تمام، في غيبه الاب. لكن انا من النهارده مش معقول هيكون الاب موجود وهنطلب برضو العم الاقيه بيطلب برؤيه، الاقي الجد بيطلب استضافه. لا، ما ينفعش. يبقى هي بقى بنروح اطبق ثلاث اربع مرات في الاسبوع بالظبط كده. حرام العذاب. لا دي برضو لازم يكونوا. بس هو القانون قال ايه؟ يجب، ما قالش يجب، قال يجوز. يجوز يعني دي بتدي السلطه التقديريه، بتدي السلطه التقديريه، تعطي السلطه التقديريه الى القاضي. ان هو ممكن يحكم بيها وممكن ما يحكمش بيها. تمام، ما دام ان هو مش امر الزامي، واجب يعني. تمام. طبعا جه القانون قال برضو في اجازه نصف العام ده بيبقى اسبوع وفي اخر العام بتبقى اربع اسابيع شهر. وطبعا بالنسبه للاجازات تمام، والاجازات الرسميه بتبقى مناصفه بينهم، يعني ممكن الطفل الصغير بيكون مع ده ومع ده، ما فيهاش ادنى مشكله. لكن اللي احنا بنتكلم فيه على الفرض الجدلي، النهارده الصغير ده اترفعت دعوه في المحكمه واتحكم للاب ايا كان من الطرف الاخر من طالب الاستضافه. تمام، ولم يعود الطفل سالما امنا الى الام، او ما رجعش اصلا.
او ما رجعش اصلا، دي مشكله. طيب القانون اتكلم فيها قال ايه؟ قال في حاله ثلاث مرات تمام بيحكم بشهر سجن، تقريبا شهر او ثلاث شهور، ثلاث شهور ثلاث شهور بالسجن وغرامه على مين 10 بقى؟ على الاب اللي ما رجعش الطفل طبعا. او المستضيف الأب اللي رجع على المستضيف ايا كان بقى هو صفته يعني في الوقت ده، يعني رجع الطفل فيه مثلا في تعنت في عنف وما الى ذلك. بس انا في جزئيه، يعني المشرع هنا انت حاكم بثلاث شهور. طب انا عندي نص الماده 292 فقره ثانيه من قانون العقوبات، في حاله عدم تنفيذ حكم المحكمه سواء في الرؤيه ده، في الرؤيه كمان بقى ما كانش بيتكلم في الاستضافه او تسليم الصغير، سنه بالحبس تمام. وبغرامه تمام. النهارده انت في القانون نفسه ذاته اللي هو مبدا التشريع بتاع الحضانه نفسه بتديني ثلاث شهور. طب ازاي؟ وبعدين ده دم ولحم، وانت النهارده قبليها في النص بتقول لي ده خيانه امان. طب ما هو خيانه الامانه ده يبقى عاقبه بنص الماده 341 من قانون العقوبات اللي هي خيانه الامان. ما تيجي بقى للمبدا العقوبات نفسه، القانون العقوبات، ما احنا عندنا قانون العقوبات بيعاقب كل من يرتكب فعل اجرامي. طب وفي نقطه تانية مهمه جدا يا فندم، اتفضلي حضرتك. لو رحنا اي ام تقول في الاسم او تشتكي ان الاب ما سلمش صغيرها، يقول لها هو في اب بيخطف ابنه. ما هي دي بقى، دي موجوده فعلا. طب بتعمل ايه بقى الست اللي ابنها اتاخد منها او ضناها اتاخد منها؟ حتى لو انا النهارده يعني محرر المحضر قبل ان وحررت المحضر طبعا لان هو اجراء قانوني ويجب تحريره، بس النهارده الموضوع بيرفع الى النيابه، والنيابه برضو بلاقي نفس الكلام انه ما فيش اب. لكن النهارده احنا من الممكن عشان نتلاشى الموضوع ده في حاجة اسمها تدابير احترازية. تدابير احترازية دي موجودة في قانون الإجراءات الجنائية مادة 201 تمام. اللي هي إيه؟ عندما شرع قانون الحبس الاحتياطي، القانون رقم 145 لسنة 2006، أوجب أن القاضي يخلى السبيل المتهم بتدابير احترازية. إيه هي التدابير؟ إن هو ما يغادرش مسكنه تمام؟ إن هو ما يتحركش عن دائرة الاسم، ما يسافرش البلاد، كلام زي كده. احنا من الممكن ان يتم تنفيذ القانون ده، بس انا برضو بقول العقوبة دي برضو ان بسيطة. هي لان انا بتكلم في دم ولحم صغير طفل. حقوق الطفل فين بالزبط. وحقوق الانسان فين لما طفل يا فندم يتعامل على انه معلش مع احترامي للجميع، دلوقتي في بين الاب وام خلاف والنفقه بتتسلم مثلا عن طريق المحكمه، يبقى في تعنت من قبل الاب او تمام. الزوج ليه؟ انه يديها ويصرف على او يكفل حق رعايه وحق الطفل وحق امه تمام. طيب الناس دول اللي مش راضيين يدفعوا نفقه بما يرضي الله، ازاي هي تامنوا على ابنها او يرجعوا؟ طب حتى لو في مثلا سي زي ما حضرتك بتقول سنه عقوبتها سنه سجن، ايه اللي يضمن ان هو اصلا يرجع او يتم تطبيق عليه الحكم؟ هو ممكن يهرب يا فندم. كلام مظبوط يا فندم. وهتجيبوه ازاي؟ ده انا عندي مشكله كمان اكبر، ودي انا مواجهها عندي، ولم يستدل على عنوانه، ولم يستدل على عنوانه. تمام. وتفضل الام بقى ايه في دايره مغلقه. ده في مشكله اكبر تمام. النهارده انا عندي مثلا الزوجه مسافريه، وكان الزوج مسافر وتوفى الزوج، وكانوا في دوله عربيه ايا كانوا بيعملوا هناك، والاولاد عايشين هناك تمام، وليهم مدارسهم هناك. النهارده الزوج توفى والام مقيمه وما زالت مقيمه بالسعوديه على الفرض الجدلي ايا كان تمام. انا النهارده الجد بيعين والي طبيعي طيب، ومن حقه الرؤيه ماشي طب دلوقتي القانون اوجب له من حقه، اجاز له من حقه الايه؟ الاستضافه طيب من الام بقى هتيجي من السعوديه وايا كان الدوله، وهتيجي كل اربع كل اسبوع عشان تطبق الحكم ده وترجع تاني. طب ده أنهي تكلفة؟ مين الأم اللي تقدر على كده؟ ما هو برضو القانون لازم يراعي الحاجات دي، آلية التنفيذ. إحنا أي نعم بنشرع قانون تمام، لكن أنا عندي أهم شيء في مصر هنا آلية التنفيذ. لازم يكون عندنا آلية تنفيذ. مصلحة الطفل مصلحة الطفل طبعا، ده هو في الأول وفي الآخر مصلحة الطفل. إزاي أنا أخليه يبات هنا بعض الأيام ويبات هنا بعض الأيام؟ طب ما ينفعش ليه نطبق القانون بس في البيت الحضن؟ يعني الرؤية تتم تنفيذها في بيت الحضن، ما هو المشكلة كواجب عليها. ما هي المشكلة هنا ان اللي بيخليهم يوصلوا لو كان الموضوع بحالة الوفاة لا قدر الله، ده ما بيبقاش فيه خلاف كتير، حتى بيبقوا متفقين مع بعض. لكن المشكلة لما بتبقى فيه خلافات أسرية وطلاق بالظبط كده، بتوصل للمحكمة بيحصل حالة تعنت غريبة الشكل. ان النهاردة ممكن سواء كان الزوج ويبقى قادر على الإنفاق وبيتعنى عدم الانفاق، ممكن الزوجه نفسها
تدعي اكثر من الدعاء عليه. بيحصل تمام فعلا. دي حقيقه. لا فعلا انا النهارده لما اجي اتكلم في تشريع قانوني يبقى انا النهارده ما افضلش بالظبط ما افضلش الزوج على الزوج ولا افضل الزوجه على الزوج. تمام تمام يا فندم. بس نبص على الاقل شويه للنسبه الاعلى المتضرره او الواقع عليها الضرر اكتر. انا محاكم الاسره يا فندم حالات تشيب لها طبعا طبعا يا فندم طبعا طبعا امهات قاعده على ابواب المحاكم للاسف ده احنا بعيال ده احنا اخذنا نسبه يعني عاليه في العالم يعني الحاجه اللي خدنا فيها النسبه اول دوله في الطلاق شفت دي دي مصيبه مصيبه في حد ذاتها. فدي بتيجي برضو ان هو احنا معانا مداخله تليفونيه. اتفضل يا فندم. الو استاذة اسماء. استاذة اسماء ايوه اتفضلي يا فندم. انت على الهوا. عايز اتكلم في نقطه تعديل القانون ده والحضانه. اتفضلي يا فندم. يعني ينفع ان اب اوى اولاد وجابهم وبيحبهم وبيعطف عليهم هو وامه واخته وينفع الزوجه تاخد جالها مزاجها انها تخلعه خلاص اخلعيه يا ستي وبالسلامه ينفع انها تحرمه من ولاده حتى من مجرد يقولوا له الو في التليفون ينفع ده حلال ولا حرام؟ ينفع يعني ينفع احنا بنموت يعني انا واحده انا بموت وانا كبيره حضرتك الجده الام الاب هحتاجي امتى؟ ممنوع اشوف احتاجي ليه يعني؟ زوجة حضرتك يا فندم ام الاب؟ ايوه انا ام الاب انا ام الاب احنا انا عشت مع احفادي من قبل ما ييجوا. طب والاب فين يا فندم؟ فجاه جالها مزاجها الهانم انها تسيبهم. الاب فين؟ الاب الاولاد فين؟ ايوه تخلعي من كل حاجه. استاذه اسماء اب الاولاد فين؟ نعم ابو الاولاد فين؟ ابن حضرتك بس محروم ان يشوف ولاده محروم يسمع صوتهم. ابن حضرتك يا استاذه الاب للاولاد محل سكنه فين؟ استاذه اسماء هي في اسكندريه وهي في القاهره. تمام. وكانت عايشه معانا في اسكندريه عايشه 16 سنه تمام. فجاه ما عجبهاش جوزها فجأة الزوج بقى وحش فجأة مش عارفة ايه وخدتهم ايه من غير ما تقول لنا انها رايحة مش جاية يا ستي انت مش عارفة تعيشي في اسكندرية خليكي عند باباكي ولما تحبي تشوفي ولادك تعالي اهلا وسهلا. تمام. طب يا فندم حضرتك رفعتوا رؤية ولا ما رفعتوش رؤية؟ مين؟ لا ينفع رؤية فين نشوفهم ساعتين عشان نتمرمط ونرجع بحفرتنا هنعمل ايه في الساعتين؟ ولاد كانوا عايشين معانا من قبل ما يتولدوا من قبل ما يتولدوا وهم في بطن امهم وانا معانا خطوه بخطوه. تمام. ما جبناهمش بسهوله يعني. تمام. تمام يا فندم وصل يا فندم وصل طبعا سؤال حضرتك والاستاذ محمد هيجاوب على حضرتك حالا. بالنسبه يا فندم هو يعني المشرع المصري يعني يمكن اختص الموضوع ده بسبب بعض الحالات اللي زي كده تمام لكن الخلع موجود وقانون وقانون بيتم يعني تطبيقه اكيد طبعا. جده انا ملاحظه جده زي دي زي الاستاذه اسماء فعلا ممكن تكون ان هي بتحب فعلا الصغار وعايزه ان هم يعيشوا جنبها لو توصلت هي والام لحل وسط تمام. بعيد عن المحاكم يعني لو كل طرف من الطرفين يسيب بقى موضوع العند والتعنت والكلام ده علشان على الاقل العيال تعيش في حاله هدوء واستقرار مش بقى احسن من المحاكم والقصص دي. تمام هو ده اللي احنا قلنا عليه والقانون كمان نص عليه قال ان الاستضافه دي بالتراضي يعني اهم شيء ان هم نفسهم يكونوا متراضيين لو تراضوا خلاص احنا وده كان كلامنا في بدايه الحلقه ان هم لو متراضيين خلاص انا مش هلجا للقضاء تمام. لكن الواضح كده ان في خلع خلاص يبقى في مشاكل وبرضه احنا ما نعرفش اسباب الخلع او الاسباب بالظبط او الاسباب احنا بنسمع احنا ما سمعناش من الطرف الثاني يعني لكن من طرف واحد لكن ما نعرفش ايه اللي خلى الزوجه تسيب المكان الزوجي احنا مبدانا هنتكلم ان الخلع ده قانون تم تشريعه من 2004 تمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رد علي حديقته تمام وعاشرهمنا بالمعروف او تسريح باحسان فده يعني اجراء قانوني طيب انا بس معايا سؤال يا فندم لحضرتك ايه الفرق بين الطلاق والتطليق الفرق بين الطلاق والتطليق السؤال ده لسه جاي لنا على الكنترول تمام الطلاق ده الطلاق او التفريق الطلاق أو التفريق أو التفريق ما هو الطلاق أصل هو اللفظ نفسه طلاق تمام الطلاق ده فيه طلقة بائنة تمام اللي فيها الرجعة والبينونة الصغرى وفي طلقة البائنة بينونة كبرى اللي ما فيهاش رجعة اللي تعتبر الثلاث طلقات
تمام؟ تمام. التفريق ده بيكون في سبب معين لتفريقهم مع بعض. تمام. إن كان التفريق ده بيرجع إلى سبب شرعي، في مانع شرعي، تمام، أو إن هو في أسباب من أسباب زيه زي الطلاق بتاع للضرر. تمام. بس يا ده الفرق بين يعني هو الفرق العادي يعني مش اللي إيه، لأن هو ده برضه ده بيتحكم بيه في المحكمة وده بيتحكم في المحكمة. طبعا بقى الطلاق في طلاق الإداري، طبعا لما هتطلق إداري ما فيش مشكلة. تمام. لكن اللي يعني دايما في طلاق عن طريق المحكمة غير لا من غير قصدي الرجوع مثلا اللي هو لازم يبقى فيه المأذون بيتم التطليق على يده، ده طلاق إداري مدني. مدى إداري مفيش أدنى مشكلة. طيب احنا معانا أم أحمد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا أم أحمد. دلوقتي أنا جوزت ابني من شهر 9 اللي فات، ومراته حملت، وقبل الولادة بكام شهر خدت أمها خدتها وقالت إيه ومشت. تمام. بدون اي اسباب، وخدوا حاجات من البيت كتير، عملت بقى اللازم ورحنا نجيبها، مش راضيه ترجع. البنت مش لها اي راي ولا اي شخصيه، هي والدتها ماشي، جت ولدت، رحنا عشان نجيبها تاني وعشان الولد وكده، لا راضيين يورونا الولد، ولا راضيين يخلوا البنت تتصل بينا، ولا راضيين يخلوا لنا علاقه بيها ولا بابننا خالص. عملنا لها طاعه، ولا الطاعه حكمت عليها بالنشوز برضو، ولا عايزين يردوا علينا في اي حاجه، مش عارفين نعمل ايه. طب هي رفعت طلاق يا ام احمد؟ لا هي ما رفعتش، هي عماله تقول ايه كل ما حد يكلمها ويروح لها، لا عايزه اتطلق ولا عايزه ارجع، الكلمه دي ماسكه لنا. اسبابها ايه طيب يا ام احمد؟ هي مشيت ليه؟ نعم. هي مشيت ليه؟ سابت البيت ومشيت ليه؟ خلاف بسيط هي وجوزها، خلاف زي اي خلاف. حاجه ناقصه من البيت ليه؟ قالت له ما اعرفش، مش ما اعرفش. اتاري والدتها كانت بتيجي كل حاجه عماله تسحبها من قلب البيت. طب سؤال حضرتك بقى، سؤال حضرتك ايه؟ سؤال حضرتي انا اعمل ايه؟ لان احنا عملنا لها طاعه وخدت حكم نشوز، ما بيردوش علينا ولا راجل ولد ولا حد، ولا راضيين ورانا الولد، ولا راضيين نخلونا ندخل البيت اصلا. تمام تمام يا فندم، سؤالك وصل يا ام احمد. طيب احنا بس قبل ما نجاوب على السؤال هنرجع مع المتصله السابقه، كانت لسه باقي عندها سؤال. الو. ايوه ايوه، اسم حضرتك ايه يا فندم؟ اسمي حسين احمد. لا علي صوتك يا فندم. انا كنت لسه مكلماها من دلوقتي. الاستاذه اسماء. ايوه اتفضلي، في سؤال تاني؟ ايوه، في ان هي مشيت من غير سبب، مش عاجبها اسكندريه بعد 16 سنه. طب السؤال يعني ايه بقى؟ سبب دلع ولا مش دلع؟ طب خلاص عايزه تعيشي في القاهره مع باباكي، اهلا وسهلا، بس ما تحرمناش من اولادي. انا جده كبيره في السن، اشوفهم امتى لما اموت؟ لا ربنا يديك الصحه يا فندم. انا يعني وابني اتحرم ليه؟ وجالت له حاله نفسيه ليه يعني؟ عشان ايه يعني؟ طيب عشان خلونا حول شخصيه في صف المراه، ما انتوا بتحطموا المجتمع كله كده، هيطلع مجتمع فاشل، والرجاله مش هيرضوا يتجوزوا، خلاص هيروحوا بقى يمشوا في الحرام ده ولا ايه؟ لا اله الا الله. لا لا ان شاء الله يا فندم، القانون يبقى منصف لكل الاطراف، وان شاء الله الاستاذ محمد يرد على حضرتك باذن الله. هو سؤالها السؤال، خلينا بس الاول في موضوع السؤال بتاع الاستاذه ام احمد. هي ام احمد الواضح عمل تطبق في مصر؟ تطبق طبعا، عملت انذار طاعه. تمام. المفروض الزوجه بتعترض. الزوجه كده في حاله نشوز. ما انا بتكلم. المفروض ان هي لما بتعلم بانذار الطاعه في خلال 30 يوم المفروض ترفع دعوه اعتراض على انذار الطاعه، وابتدي الدعوه دي بتبقى منظوره قدام المحكمه والمحكمه تفصل فيها كيفما تشاء. هي الحاجه ام احمد بتقول، لكن الواضح كده ترجع، ما هي مش عايزه لا، ما هو المفروض كده الطبيعي، لو هي ما اعترضتش في خلال ال 30 يوم من المواعيد بتبقى ناشز. تبقى خلاص خمس سنين. يطبق عليها ويطبق عليها ان هي ناشز خمس سنين. تمام. لكن انا ما كملتش بقى الاجراءات، هل اعترضت ما اعترضتش؟ لو اعترضت على الفرض الجدلي، اعترضت خلاص دي دعوه بتنظر امام المحكمه وبتبقى بين يد المحكمه بس وتحت بصر وبصيره المحكمه وتفصل فيها كيفما تشاء. تمام. بس لو تم تطبيق الطاعه على سبيل المثال، بيجيب لها شقه مثلا في مكان غير صالح للمعيشه الادميه. لا لا، مين قال كده؟ المفروض النهارده انا عنده خبره في المحكمه زي مكتب التسويه ده، بيبقى الخبراء ده ملزمين ان هم بيتحركوا بيشوفوا المكان كان صالح ولا لا، ان كان مكان ادمي للمعيشه ولا لا. إيه؟ طبعا بيقارنوه مثلا بيقيموه بعيشته هو، العيشه اللي هي عايشاها في بيت اهلها ولا معاه هو. لا، الموضوع ده بيرجع لاهل الخبره ليهم هم، يعني بمعنى ايه؟ ان النهارده بنشوف ان هم الاثنين في مستوى واحد، يعني هم الطبيعي هيبقوا في مستوى واحد.
تمام اهو الطبيعي يعني مش شرط على فكره يا فندم، مش شرط يبقى مستوى الاجتماعي للزوج اعلى او للزوجه اعلى ايا كان، بيرجعوا للعيشه الطبيعيه للزوج او الزوجه اللي هو التوافر مسكن. طب تمام، هي بتجيب شهود في مثلا في مأكأ في نعم في هي بتجيب شهود بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمكان اللي هي كانت ساكنه فيه. اه طبعا المفروض ان هي تثبت ان انا كنت مقيمه في المكان ده بكافه الطرق الاثبات. طيب الاجراءات اللي توقف برضه الطاعه؟ لا، هو الاجراءات اللي بتوقف الطاعه النهارده المحكمه هي اللي تفصل في الطاعه. لا، الزوج عليها ايه لو هي ما فعلا بتعمل اعتراض؟ ما هي بتعمل اعتراض لانذار الطاعه. ما الاعتراض ده بيبقى من ضمن البنود اللي ممكن الزوجه تستشهد بيها عشان توقف انذار الطاعه. ده الاجراء القانوني. اجراء قانوني آه بس. لا آه المحامي طبعا هو اللي بيعمله. ده هي والتالي بيتم سؤالها اذا المحكمه طلبت ذلك، وبيتم النهارده في الخبراء دول اللي هو المحكمه فيش لو في شهود خلاص بقى هي بقت دعوه امام المحكمه. بدأت بإنذار من الزوج تمام، وابتدى دلوقتي بقت في دعوة اعتراض وبتنظر أمام المحكمة، والمحكمة تفصل كيفما تشاء حسب بقى الظروف نفسها ورأي الدعوة والأوراق بتقول إيه. تمام. طيب معانا برضو الأستاذ مختار. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. علي صوتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. دلوقتي حضرتك لا، وطي التلفزيون بعد إذنك. تمام، وطي التلفزيون يا استاذ مختار. ماشي كده تمام كده. تمام، اسمعني بس من السماعه. ايوه اتفضل يا فندم سؤالك استاذ مختار. استاذ مختار معانا ولا فصل؟ تمام خلص. عاود الاتصال بينا يا استاذ مختار. طيب نكمل بقى باقي البنود بتاعه تعديل قانون الاحوال الشخصيه. تمام، احنا كده انتهينا، خدنا كده الاستضافه والرؤيه. بس انا عايزه اقول كلمه برضو. اتفضلي حضرتك. الحاجه اسماء قالتها القانون بينصف المراه. هو القانون مش كله منصف للمراه، اكيد اي قانون ممكن يبقى فيه ثغرات في العوار في القانون، ولكن لو بصينا للنسبه الاعلى من المعاناه ممكن نلاقي السيدات هي بتعاني اكتر، وفي نسبه جيده ورجال شرفاء من الاباء بيعانوا. فلازم نيجي نراعي تشريع القانون، راعي النسبتين. ما هي هنا المشكله بقى. ان اي قاعده لها شواذ او استثناءات. يعني النهارده المشرع لما بيشرع القانون بيشرعه لكل بيت في مصر، للمصريين، لاي شخص مصري بيقيم في مصر، لان احنا بنشتغل بحق الاقليم. تمام، فالنهارده انا مش هشرع قانون لفلان وفلان لا. تمام، بالزبط. هو الطبيعي والامر الطبيعي ان كانوا هم يعني الموضوع ناس كويسين مثلا، بيبتدوا الموضوع بيبقى تراضي بينهم وبين بعض وبيتفقوا على كل حاجه. تمام، يعني ياما بنشوف حالات طلاق بتحدث. تمام، وانفصال، بتلاقي ان الزوجه متفقين بينهم وبين بعض في مجلس عرفي عامه كمان بدون اي اوراق رسميه. تمام، ومتفقين بينهم وبين بعض. الكلمه ميثاق شرف. بالظبط كده. طيب يا فندم، لو في نقطه مهمه جدا برضو بلاحظ ان الدنيا او بنلجا فيها او الناس بتلجا الزوجات للزيجه او الزواج العرفي، ليه؟ انتقال الحضانة من الأم لأم الأم أو لمن يليها في ترتيب الحضانة في حالة زواجها. مش في بس سيدات. تمام. من مثلا مش عارفة، طبعا هو ده ممكن يبقى تصرف خاطئ. ما أنا جاي لحضرتك. مش بس كده كمان. لا، ده في كمان لو ما فيش صغار عامة كمان موضوع الحضانة، إن في ناس بتستغل الأمر ده. لو طبعا في زوجة تانية تمام وعايز يخفي الزواج الشرعي. لو في معاش. فعلا. دي ظاهره وبقت واضحه جدا جدا في موضوع المعاش، ان هو مثلا يكون زوجها متوفي. تمام وبتقبض معاش، تتقاضى معاش معين. تمام، ولو اتجوزت خلاص المعاش أو ده معاش والدها. بالظبط، او والدها ايا كان. فدي ظاهره واضحه. لكن احنا النهارده لما نيجي نتكلم في الزواج العرفي، هو اجراء قانوني، لان الزواج قبول والرضا وفي شاهدين اثبات. تمام لو في الكلام ده يبقى زواج صحيح. ما انا جاي لحضرتك في الكلام. النهارده هو زواج صحيح. زواج صحيح؟ صحيح ومعترف به. قانونا وشرعا ولا قانونا بس؟ قانونا وشرعا. لان احنا قلنا ايه؟ الزواج قبول وايه؟ والرضا. وفي شهود. تمام؟ هو بيشترط الاعلان. اذا اعلن فدي ده حاجه بقى ايه؟ رجال الشريعه الاسلاميه هم اللي اتكلموا فيها. يبقى استوفى جميع الشروط. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ المشكله لو بقى في اطفال. انا النهارده مش هثبت الناس دي. لا، بس القانون لم يتركها بصراحه. يعني لان القانون اتكلم في ايه النهارده؟ العقد العرفي ده اولا بلجا الى القضاء وبرفع دعوى اثبات نسب، اثبات زواج الاول ده اذا كان الزوج ينكره. تمام لو هو بينكره اصلا.
تمام. فانا النهارده بلجا للمحكمه عشان المحكمه تثبت الايه الزواج ان في جواز ان في زواج. طيب الزوج ما بينكروش خلاص، ما بلجاش للدعوه دي، وببتدي اشوف ان كان الطفل ده الزوجه هي يعترف به من عدمه، الاب يعترف من عدمه، تمام. وفي اجراءات قانونيه بتتبع في ذلك، طبعا التحاليل الطبيه الدي ان ايه والكلام دوت يعني. تمام. لكن احنا بنتكلم في حقوقها الشرعيه. تمام. النهارده هل السؤال بقى اللي هو بنتكلم فيه لها حقوق شرعيه زي الزواج العادي بيبقى ليها مؤخر وليها نفقه ليها، ولا بس لا؟ بس في حاله ايه اذا ثبتت الزواج ده؟ يعني لو المحكمه اعترفت بالزيجه دي او بالزواج ده وتم توثيقه يبقى ليها زي الزواج العادي. تمام. طيب تمام. احنا بس عشان الوقت خلاص كده بيهمنا على الانتهاء، ناخد اخر نقطه كده، النفقه برضو النفقه هيتم تعديلها ازاي؟ النفقه فيها طبعا لا لا ده فيها كلام كويس جدا. طبعا النفقه طبعا تهرب بقى والإجابة. لا لا لا، هو ما فيش تهرب ولا حاجه في النفقه، هي كانت المشكله كلها. لا هو بيان بمفردات المرتب يا فندم، لا لا هو 200 جنيه و انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. النفقه هي على 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 الزوج. تمام. شرعا نفقه الزوجه على زوجها. تمام. وبتقدر في بحال ويسر وعسر الزوج. تمام. تمام. يعني حسب يسره وعسره، وعلى المدعيه اللي هي الزوجه تثبت مدى يسره. تمام. النهارده لو بيتقاضى راتب معين خلاص بتبقى فيه تصريح من المحكمه بان هو بيعمل في المكان الفلاني، بتوجه للجهه ديت، بجيب مفردات المرتب، المحكمه بتصدر حكمها بناء على ذلك. تمام. طيب لو ما فيش الراجل ده بيعمل في جهه رسميه. تمام. النهارده في حاجه اسمها تحريات، تحريات المباحث. تمام. بتتحرى بتثبت هي بكافه الطرق ان هو بيعمل مشروع عنده قطعه ارض كده. عنده بتقدم المستندات الداله على ذلك وبيصدر. تمام. والتحريات بتورد للمحكمه. او هي بتقدمها برضه للمحكمه بصفه مباشره، والمحكمه بتصدر طب التعديل اللي بيطالبوا بيه ايه؟ التعديل بقى لا هو في مصلحه، لا ما فيش تعديل، ده هو من الالف للياء في مصلحه الزوج. تمام. يعني لها الاحقيه نفقتها على زوجها، مأكل وملبس ومسكن ومصاريف علاجيه. الا في حاله واحده. القانون بقى اتكلم فيها هنا، اعصار الزوج. اعصار مش الزوج، مش امتناعه عن اداء النفقه. تمام. في فرق بين الاعصار والامتناع. طب سؤال مهم جدا يا فندم جالي على الصفحه الخاصه بالبرنامج، لو الزوج يعني هي كان السؤال من اخت الزوج والزوج مسجون وهي مش عارفه توقف النفقه ازاي لان هو مسجون، فهل بيتم ايقاف تنفيذ النفقه في حاله ان الزوج او الاب مسجون؟ في الحاله ديت هي من الممكن. تمام. انه لو في كفيل، ما هو ده اللي احنا بقى القانون اتكلم فيه، كفيل له ان هو ايه يدفع النفقه. ينوب عنه. ينوب عنه، وده القانون اتكلم فيه. تمام. 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 في احنا كده خلاص. ما فيش مشكله تحت امر حضرتك، بس انا في جزئيه عايز اوضحها بعد اذن حضرتك سريعا كده. انجاز كده. ان طبعا احنا قلنا الاعصار. تمام. الاعصار ده مش معنى ان الزوج عنده القدره لدفع النفقه وسدادها بس هو ممتنع، لا، الاعصار ده في ظروف ماديه معينه، ظروف مرت بها البلد، الراجل ده خلاص حاله ايه وقف، مش عارف مش قادر يشتغل. طيب. تمام. طيب هنا الزوجه خلاص تموت؟ لا. تمام. القانون قال ايه بقى؟ قال لو هي عندها عندها قدره على الانفاق على ذاتها، تمام، تصرف على نفسها وبتلجا الى القضاء، بيحكم لها بنفق الكفايه، وده بيبقى دين على الزوج فيما بعد. تمام. تستخدمه بقى في الميراث، تستخدمه في حاجه ثانيه. طيب. هي ما عندهاش. في اللي هو اللي كان بيصرف عليها قبل زواجها. سواء كان الاب او الاخ او او ممكن تلجا لي وهو يرجع عليها. يكفلها، يكفل معيشتها. بالظبط كده، ده اللي هو ايه الاقتراض. بمعنى اصح ده اللي اضافه القانون. طبعا في النهايه طبعا انا بشكر حضرتك جدا يا فندم، ربنا يخليك. واهم حاجه طلعنا بيها النهارده من الموضوع كلمة حضرتك اللي كانت في البداية، القانون لسه يا جماعة ما تمش تنفيذه، ما تمش الموافقة عليه، هو لسه تحت قبة البرلمان، لسه بيتم مناقشته زي ما أستاذ محمد نورنا النهاردة وضاف لنا معلومة مهمة جدا، إن القانون عشان يتم تنفيذه بياخد وقت وبياخد مراحل، في إجراءات قانونية معينة كتيرة طبعا. تمام. وإن شاء الله إن شاء الله يعني نتمنى إن القانون يبقى في صالح الأم المصرية وفي صالح الأب المصري، نكفل حياة آمنة للأطفال وحياة آمنة ومستقرة برضو للأمهات بعد الانفصال. حضرتك نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا فندم، وأنا سعيد جدا وأكون عند حسن ظن حضراتكم وتشرفت بحضرتك جدا النهارده يا فندم. شكرا، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.